السلام عليكم واهلا بيكم وحلقه جديده ويوم جديد ومزرعتك في بيتك. وعندنا النهارده حلقه سريعه ولكن مهم جدا جدا ان انتوا تسمعوها، اخواتنا المربيين المبتدئين الحلقه دي النهارده لحضراتكم. ولكن قبل ما نبدا الحلقه انزلوا حالا كالعاده صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش يا جماعه تكتبوها بايديكم في التعليقات وخلوها شاهد لينا يوم القيامه. اي حد عنده اي سؤال يكتبه لي في الكومنت تحت الفيديو، برد على معظم اسئله حضراتكم قدر المستطاع. اي حد عنده دوره تسمين المتابعه معايا مجانا من اول كتكوت ل 10000 كتكوت يا جماعه، بدون ما تكلف نفسك ربع جنيه يا جماعه. انا عاملاها كده علشان حضراتكم وعلشان متابعيني وعلشان كمان كل اخواتنا المبتدئين الصغيرين اللي عندهم مكان يبداوا ان هم يشتغلوا تسمين من بيوتهم ويبقى عندهم دخل اضافي فوق دخلهم الاصلي. طيب النهارده هنتكلم على ايه؟ النهارده هنتكلم على شويه حاجات كده تبان ان هي بسيطه ولكن هي حرفيا من اهم الاساسيات اللي تطلع معاكوا دوره التسمين بدون اي مشاكل يا جماعه. الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها دي، وركزوا كده، الحلقه هتبقى بسيطه وسريعه ولكن الحلقه دي بناء على طلبات اخواتنا المربيين المبتدئين. خلاص كده، طبعا في نهايه الحلقه هنوزن وهنشوف الاوزان على الطبيعه في اليوم السابع. طيب النهارده هنتكلم على ايه؟ النهارده هنتكلم على اهم حاجه تطلع معاك دور التسمين وهي التدفئه يا جماعه والحراره. بصوا معايا هنا كده، بصوا معايا في المكان، تعالوا كده نتمشى في المكان ونشوف المكان على الطبيعه. بصوا معايا كده في المكان يا جماعه وركزوا في الحاجات اللي انا هوريها لحضراتكم دي النهارده. احنا هنا بنتكلم على التدفئه. التدفئه من اهم العوامل اللي تخلي معاك دوره التسمين ولا فيها سرده ولا فيها نافق ولا فيها تفاوت اوزان ولا فيها اي مشاكل بفضل الله. طيب التدفئه هنا في الشتاء عباره عن ايه؟ بصوا كده معايا في المكان، دي الكهرباء ايه يا جماعه، 8 لمبات 2 4 6 8 اهو، وكمان معانا في الناحيه الثانيه دفايتين كهرباء، دي واحده اهي والثانيه كمان اهي، الدفايه فيهم 4 شمعة زي ما حضراتكم شايفين. طبعا درجه الحراره هنا في المكان النهارده اليوم السابع تقريبا من 31 ل 30، ودي درجه كويسه جدا في العمر ده. يبقى مهم جدا جدا يا جماعه درجه الحراره. اخواتنا اللي بيقولوا احنا ما بنعرفش نظبط الحراره وبنلاقي الكتاكيت متجمعه فوق بعضها وبنلاقي الكتاكيت فيها نافق، بنلاقي الكتاكيت اوزانها ضعيفه، بنلاقيها كتكوت كبير وكتكوت الثاني صغير، مفيش تحويل، مفيش استهلاك في العلف، كل ده يا جماعه بيكون من نقص الحراره على الكتكوت وقت استقباله. يبقى حضرتك لازم تستقبل الكتكوت على 33 34 في الشتاء، ما تنزلش عن كده. ولكن مهم جدا جدا الحاجة التانية وهي التهوية. التهوية يا جماعة اتكلمت عليها بما فيه الكفاية، والتهوية من الحاجات اللي تطلع معاك دور التسمين بدون اي مشاكل، والتهوية يا جماعة مجانا ما بتكلفناش ولا ربع جنيه يا جماعة. يبقى مهم جدا ان احنا نعمل تهوية صحيحة، نعمل درجة حرارة مظبوطة، هتطلع معاك اوزان مفيش فيها ولا غلطة. يبقى زي ما اتفقنا يا جماعه مهم جدا التهويه ومهم جدا الحراره. نيجي بقى للحاجه الثالثه وهي الفرشه يا جماعه. بصوا معايا هنا كده في المكان، النهارده اليوم السابع، بصوا اهو شايفين الفرشه عامله ازاي؟ الفرشه نظيفه، الفرشه ما فيش فيها اي حاجه، لو ابتدينا نحركها بالمنظر ده بصوا اهو هتلاقوا تحت الفرشه اصلا لسه الجير زي ما هو، يعني ما فيش رطوبه. طيب الفرشه هتبقى مع حضرتك نظيفه بالشكل ده ازاي؟ لما تهوي المكان، يعني تبقى عندك درجة الحرارة مظبوطة والتهوية يا جماعة ثابتة. احنا بنثبت التهوية ليل ونهار، يعني مش بنفتح بالنهار ونقفل بالليل. اعمل حسابك لو قفلت على الكتاكيت بالليل وفتحت عليها بالنهار انت كده بتضيع دورة التسمين بتاعتك وترجع تزعل وتقول الكتكوت وحش. يا جماعة الكتكوت مش وحش، طريقة حضراتكم اللي بتبقى مش مظبوطة وبتزعلكم وبترجعوا تزعلوا من التسمين وتقولوا التسمين مشروع مش كويس. التسمين لو مشروع مش كويس ما كانش حد هيشتغل فيه يا جماعة، وما كانتش هتبقى صناعه كبيره زي ما حضراتكم عارفين. مهم جدا الحراره يا جماعه، ومهم جدا زي ما حضراتكم شايفين الفرشه دايما نظيفه 24 ساعه من بدايه الدوره لنهايه الدوره يا جماعه بتبقى معاكم بالمنظر ده. طبعا في الشتاء بنفرش كميه كبيره من الفرشه، بتبقى بارتفاع من 5 ل 7 سنتي فرشه، خلاص كده سواء نشاره اي حاجه ثانيه مش مهم، المهم تبقى كميه الفرشه كبيره في المكان ومن وقت للتاني بتقلبها. طيب في سؤال تاني كمان افتكرته دلوقتي حالا، اخواتنا اللي بيقولوا لي يا سمر احنا نغير الفرشه ولا نسيبها ولا نعمل ايه؟ بص يا جماعه طالما حضرتك مظبط التهويه مستحيل ابدا تلاقي الفرشه فيها رطوبه، الفرشه بتبقى فيها رطوبه عاليه لما حضرتك بتكتم المكان اعتقادا منك ان انت لما بتقفل على الفراخ بتاعتك بتحفظ درجه الحراره. يا جماعه ركزوا معايا، الحراره حاجه والتهويه حاجه، اظبط الحراره بتاعتك على 33 وقت الاستقبال، طبعا بتقل على حسب العمر، خلاص كده؟
ولكن ما تكتمش على الفراخ، بمعنى ان حضرتك ما تقفلش مصدر الهواء، لازم يبقى عندك مصدر تهوية جيدة جدا من بداية الدورة لنهاية الدورة يا جماعة على حسب العمر. خلاص كده، طالما الفرشة بتاعتك مش مرطبة يبقى مش بتغيرها، خلاص كده. ولو الفرش رطبت يا جماعة صدقوني بتفتحوا عليكم أبواب كبيرة جدا من الأمراض زي الكوكسيديا والكوليستريديا وكمان الأمراض التنفسية. بصوا يعني بتضيعوا الدورة بطريقة شغل حضراتكم، خلاص كده. طالما الفرشة نظيفة بالمنظر ده يبقى حضرتك مش بتغيرها خالص. بتغيرها امتى؟ لما تبقى مش نظيفة. طالما هي نظيفة وحضرتك مظبط التهوية والحرارة مستحيل ابدا ان هي ترطب. النهاردة اليوم السابع وزي ما حضراتكم الفرشة مفيش فيها اي حاجة تماما، الفرشة نظيفة. لو قلبناها كده اهي يا جماعة، بصوا الارضية عاملة ازاي. انا بحب اوريكم الحاجات دي لان الحاجات دي مهمة جدا يا جماعة، والحاجات اللي انتوا بتستهونوا بيها دي صدقوني بتضيع دورة التسمين بتاعة حضراتكم. خلاص كده، يبقى خلصنا من التهوية، من الحرارة، من الفرشة. نيجي لأهم حاجة في دورة التسمين بتاعتك، وهو الكتكوت الصح اللي المفروض تستلمه وتشتغل بيه. أي نوع كتكوت يا جماعة، كل الأنواع كويسة جدا، معدل التحويل بيفرق من نوع لنوع. كمان استجابة الأدوية بتفرق برضو من نوع لنوع، ولكن المهم جودة النوع اللي حضرتك بتستلمه، سواء مني من غيري. ما تستلمش كتكوت مش مظبوط، الكتكوت اللي ما عجبكش ما تستلموش تاني ولا مني ولا من غيري. الكتكوت اللي قدام حضراتكم ده يا جماعة ده كتكوت شركة اسمه روس، لإخواتنا اللي بيسألونا على نوع الكتكوت ده اسمه روس يا جماعة. طبعا أنا هنا مش هسمي أي شركة. الكتكوت ده يا جماعة ما شاء الله أنا بورده من أول المنصورة لحد الصعيد، لحد دلوقتي ما جاليش منه ولا شكوى، الناس مبسوطة منه، محقق معدل تحويل هايل جدا ما شاء الله، اوزانه ما شاء الله ما فيش فيها غلطه. هنوزنها دلوقتي برده مع بعض من بدايه الدوره، وهتكملوا معانا الدوره وهتعرفوا ان الكتكوت ده كتكوت كويس جدا. ولكن انا هنا يعني مش بتكلم على نوع معين، انا بتكلم على النوع اللي حضرتك بتستلمه لازم يكون من مصدر موثوق منه، مني من غيري من اي حد على وش الارض. ما تجيبش كتكوت رخيص، ما تجيبش كتكوت انت مش شايف ان هو كتكوت كويس. على فكره كمان حاجه افتكرتها اخواتنا اللي بيقولوا لي احنا بنجيب الكتكوت غالي وبيطلع وحش، يا جماعه اهتموا بمصدر الكتكوت. الكتاكيت الوقت فيها مشاكل كتير جدا في قطعان الايام دي، بصراحه ما تنفعش اصلا تدخل تسمين، المفروض تتعدم. في مشاكل كتير جدا في الكتاكيت، يبقى مهم جدا ان حضرتك تجيب كتكوت كويس ايا كان اسم الشركه. انا هنا ما يهمنيش اسم شركه خالص، انا بتكلم على النوع المظبوط، خلاص كده. طيب الحاجة المهمة كمان اللي هنتكلم عليها النهاردة، وهي طريقة استقبال حضرتك للكتكوت اللي بتجيبه ايا كان نوعه وايا كان اسم الشركة بتاعته، خلاص كده. مهم جدا درجة الحرارة، التهوية، الفرشة النظيفة، كمان المضادات الحيوية اللي بنستقبل عليها لازم يكون معانا مضاد حيوي تنفسي والتاني معوي، وبنستقبل بشكل صحيح. والأدوية دي اشتغلنا بيها كتير جدا على مدار الدورة، تابعونا هتلاقونا بنتكلم في كل حاجة ولا بنخبي عليكم أي حاجة. القناة يا جماعة قناة تعليمية، والهدف منها إن حضراتكم تشتغلوا في بيوتكم بدون أي إمكانيات. طيب حاجة مهمة جدا كمان اخواتنا اللي قالوا لي يا سمر التهوية، ورينا التهوية عندك وعلشان نعرف انت بتهوي ازاي. بصوا يا جماعة تعالوا كده بصوا معايا، التهوية اهي، هنا تهوية، مصدر تهوية اهو. المكان ده قلنا ان ده مكان في الجراج، واخدين جزء كده اهو تقريبا ممكن يكون 4×4، لان طبعا احنا وسعنا المكان، فيهم 400 كتكوت بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه. التهوية اهي، السقف مفتح من كل ناحية اهو، بصوا معايا اهو يا جماعة شايفين، دي التهوية دي ثابتة ليل ونهار. اللومات دي بنطفيها بالنهار وبالليل بنشغلها، ولكن الدفايات اللي حضراتكم شايفينها دي بتبقى شغاله ليل ونهار هما الاثنين، خلاص كده يا جماعه. يبقى الحاجات اللي انا اتكلمت عليها النهارده دي من اهم العوامل اللي تطلع معاك ودور التسمين ناجحه بدون اي مشاكل، كل الحاجات البسيطه اللي انا اتكلمت عليها النهارده دي. طيب تعالوا كده نشوف الوزن على الطبيعه النهارده عامل كام. زي ما حضراتكم شايفين في 5 كتاكيت على الميزان بالصدفه اهو، يعني ولا منقينهم ولا اي حاجه يا جماعه. عاملين كام؟ عاملين كيلو 375 او كيلو 370 اهو، ما شاء الله حاجه كده يا جماعه ما فيش فيها غلطه. يعني متوسط الوزن النهارده معانا في اليوم السابع تقريبا عامل 240 230، ما شاء الله حاجه ما فيش فيها غلطه. بصوا شايفين الكتكوت عامل ازاي اهو يا جماعه، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. اشتغلوا بالشكل الصحيح هتشوفوا المنظر ده معاكم في بدايه الدوره اهو. شايفين الاوزان ما شاء الله ما شاء الله، حاجه يا جماعه ما فيش فيها كلام. كتكوتين على الميزان اهو يا جماعه 510 جرام، حاجه يا جماعه ما فيش فيها غلطه. اشتغلوا بالشكل اللي احنا بنشتغل بيه هتشوفوا الاوزان دي. هناخد برضو اي وزن تاني برضو عشوائي اهو، شايفين هي دي الاوزان اللي احنا بنتكلم عليها. الكتكوت لو ريش معاكم من بدايه الدوره تعرفوا ان انتوا عندكم مشكله في التدفئه والتهويه والحراره.
الكتكوت لو بدا ينفق معاكم من بدايه الدوره تعرفوا برده ان انت عندكم مشكله في التدفئه وفي الحراره وفي كمان الفرشه والتهويه والكلام ده كله. الكتكوت لو الشهيه بتاعته مقفوله تعرف ان حضرتك عندك مشكله. الكتكوت لو عنده عدم سحب في العلف يبقى عندك مشكله راجعها. لو الفرشه بترطب عندك راجع المشكله فين، هتلاقيها في الكتمه اللي حضرتك عاملها والتهويه السيئه اللي عند حضرتك. خلاص كده كل الحاجات اللي انا اتكلمت عليها النهارده دي صدقوني لو اشتغلتوا بيها وطبقتوها كمبتدئين صدقوني هتبقوا محترفين تسمين من مكان صغير في بيتكم، هتقدروا تطلعوا دوره تسمين مظبوطه باوزان عاليه بدون تكاليف بدون امراض بدون نافق، وكمان هيبقى عندكم دخل بفضل الله اضافي على دخلكم الاصلي. دي كانت حلقتنا النهارده بناء على طلباتكم بناء على طلبات اخواتنا المبتدئين اللي عاوزين يشتغلوا في التسمين. عاوز اقول لكم ان انا معايا على القناه يا جماعه دكاتره بشريين والله العظيم بقوا يشتغلوا في التسمين بسبب القناة وبسبب الكلام اللي احنا بنقوله. صدقوني يا جماعة التسمين من افضل المشاريع، يعني عاوز اقول لكم كده التسمين ده حاجة كده بتاخد قلبي يا جماعة، حاجة كده يعني العشق زي ما بيقولوا. طيب دي كانت حلقتنا النهاردة، شكرا على الثقة الغالية، شكرا لكل اخواتنا من مصر ومن الدول العربية، بشكركم جدا بحبكم جدا في الله. النهاردة تخطينا 63,000 اخ واخت على القناة بفضل الله، انا من غيركم ولا اي حاجة، انتوا ظهري وسندي واخواتي الغاليين، بشكركم جدا بشكركم جدا على الثقة الغالية. شكرا جدا لكل اخواتنا من مصر ومن الدول العربية، تحياتي للجميع، استنونا في حلقة جديدة. لو شايفين القناة مفيدة شيروها علشان الكل يستفيد. اشوفكم تاني بألف صحة وخير.